السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس الحكمة، والموضوع أتقن عملي، الأسبوع 26، الحصتان الأولى والثانية. إذا نمر الآن إلى الأهداف التي يتعين أن تتحقق عند نهاية هذا الدرس. أولا، أتعرف كيف أتقن عملي باعتباري متعلما أو متعلمة. أتقن عملي الدراسي، أنصح بإتقان العمل مع الاستدلال بآية قرآنية، القيم المتضمنة الإحسان ثم الإتقان. الحصة الأولى، أفكر، يدعو ديننا الإسلامي إلى إتقان العمل، فكيف أتقن عملي؟ وبماذا أقنع من لم يتقن عمله؟ إذن سأقرأ قول الله تعالى. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سورة التوبة الآية 106. يقول الله تعالى أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، سورة الملك الآية 2. الآن مع الفهم، ليبلوكم بمعنى ليمتحنكم ويختبركم. لماذا إذن خلق الله تعالى الموت والحياة؟ خلقها جيدا. خلق الله الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. إذن هنا مطلب ملح على إتقان العمل الذي نقوم به. أستخلص إذن القيمة، أكمل بما يلي: أحسن ليرضى ثم نفسي. أتقن عملي الدراسي فأنجزه على نقط وجهه نقط، عني ربي وأرضى عن نقط، وأقتنع بنتيجة عملي. إذن أتقن عملي الدراسي فأنجزه على أحسن وجه ليرضى عني ربي وأرضى عن نفسي وأقتنع بنتيجة عملي. الحصة الثانية، أوظف تعلماتي. إذن لدينا صورتان، صورة لتلميذ يرسم أو يكتب، وصورة لتلميذ يكتب على ورقة أو ينجز إنجازا. الآن أذكر بالنسبة لكل صورة يتقن لا يتقن. إذن ماذا سأضع في نظركم على الصورة الأولى؟ إذن جميل جدا، نعم هذا التلميذ يتقن عمله، هذا لا يتقن عمله. لاحظت، نمر إلى وضعية أخرى، لاحظت تلميذا لا يهتم بإتقان عمله المدرسي فأردت نصحه. أقنعه بأهمية العمل باستثمار أو أقنعه بأهمية العمل باستثمار حصيلتي التعلمية. شكرا على المتابعة، وإلى لقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.